باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات اليوم الثامن من شهر برمهات. شهادة القديس متياس الرسول أحد الاثني عشر. شهادة القديس أريانوس والي أنصنة. نياحة القديس الأنبا يوليانوس بطريرك الإسكندرية الحادي عشر. تقرأ فصول اليوم الخامس من شهر أبيب، وهي مرتبة على شهادة القديسين بطرس وبولس الرسولين. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس مرقس البشير التلميذ الطاهر بركاته. جميعنا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة. عجيب هو الله في قديسيه إله إسرائيل، هو يعطي قوة وعزا لشعبه. هللويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما. فانطلقا يسوع مع تلاميذه إلى عبر البحر، وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن أدومية ومن عبر الأردن، وجمع كثير من صورى وصيدا، وسمعوا بما صنعا فأتوا إليه. فقال لتلاميذه أن تلازمه سفينة لسبب الجمع كي لا يزحموه، لأنه كان قد أبرأ كثيرين حتى وقعا عليه ليلمسه كل من فيه داء. والأرواح النجسة حينما نظرته خرت قدامه وصرخت قائلة:
إنك أنت هو ابن الله. وانتهرهم كثيرا كي لا يظهروه. ثم صعدا إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه، فانتخب 12 وسماهم رسلا ليمكثوا معه وليرسلهم ليكرزوه ولكي يكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. وجعل لسمعان اسم بطرس ويعقوب ابن زبدي ويوحنا أخا يعقوب، وسماهما بوانرجس الذي تفسيره ابن الرعد، وأندراوس وفيلبس وبرثلوماوس ومتى وتوما ويعقوب ابن حلفة وتداوس وسمعان القانوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلما. ثم دخلوا في بيت، فاجتمع أيضا جمع كثير حتى لم يقدروا ولا على أكل خبز. ولما سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه، لأنهم كانوا يقولون إنه مختال. والمجد لله إنجيل باكر. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. على جميع عنا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. قديسوك يباركونك ومجد ملكك يصفون وبقوتك ينطقون ليظهروا لبني البشر قدرات الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا
كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وكان ساهرا في الصلاة لله. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم رسلا. سمعان الذي يدعى بطرس وأندروس أخاه يعقوب ويوحنا أخاه فيلبس وبرثولوماوس ومتى وتوما ويعقوب ابن حلفة وسمعان الذي يدعى الغيور ويهوذا الذي ليعقوب ويهوذا الإسخريوطي الذي صار مسلما. ونزل معهم ووقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهوديات وأورشليم ومن ساحل صورا وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم. والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا أجركم عظيم في السماء لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. والمجد لله بولس. فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة رومية. بركته علينا آمين. لأن غاية الناموس هي المسيح للبر
لكل من يؤمن، لأن موسى كتب في البر الذي من الناموس: إن الإنسان الذي يفعله يحيا به، وأما البر الذي من الإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي لينزل المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من بين الأموات. لكن ماذا يقول الكتاب؟ إن الكلمة قريبة منك، وهي في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي ننادي بها. لأنك إن اعترفت بفمك أن الرب هو يسوع، وآمنت بقلبك أن الله قد أقامه من بين الأموات، فإنك تخلص، لأن بالقلب يؤمن به للبر، وبالفم يعترف به للخلاص. لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، إذ للجميع رب واحد، غني لكل من يدعوه، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. ولكن كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن إشعياء يقول: يا رب، من آمن بخبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ إذن الإيمان بالسمع، والسمع بكلمة المسيح. لكنني أقول: ألعلهم لم يسمعوا؟ وكيف ذلك وقد خرج صوتهم إلى الأرض كلها، وإلى أقاصي المسكونة بلغت أقوالهم؟ نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا، آمين. الكاثوليكون، فصل من الرسالة الثانية من معلمنا القديس بطرس الرسول، بركته علينا، آمين. لذلك سوف أذكركم في كل حين بهذه الأمور، ولو إنكم عالمون وثابتون في الحق الحاضر، ولكنني أظن أنه واجب حق علي أن أذكركم ما دمت مقيما في هذا المسكن، وأن أنهضكم بالتذكرة، عالما أن مسكني سينحل سريعا كما أعلمني ربنا يسوع المسيح، وأنا أسرع في كل حين لتتذكروا هذه الأمور من بعد خروجي، لأننا لم نتبع خرافات فلسفية إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وظهوره، بل قد كنا معاينين عظمته، لأنه أخذ كرامة ومجدا من الله الآب، وإذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى العظيم قائلا: هذا هو ابني حبيبي الذي أنا به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت من السماء حين كنا معه على الجبل المقدس، وثابت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعم ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه، أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. أليبراكسيس،
فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا آمين. وصعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل في وقت صلاة الساعة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه، هذا الذي كان يحمل كل يوم ويضعونه عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل سألهما يريد أن يأخذ منهما صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فتفرس فيهما مؤملا أن يأخذ منهما شيئا. فقال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت ساقاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويثب ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وكانوا يعرفونه أنه هو الذي كان يجلس يسأل صدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا خوفا ودهشة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج متمسكا ببطرس ويوحنا، تبادر إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما رأى بطرس أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيليون، لماذا تتعجبون من هذا ولما تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا صنعنا هذا أن جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع، هذا الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، وأما أنتم فأنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يطلق لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه، هذا الذي أقامه الله من بين الأموات ونحن شهود لذلك وبالإيمان باسمه، هذا الذي ترونه وتعرفونه اسمه هو الذي ثبت، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمامكم أجمعين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. إنجيل القداس. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. على جميع من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا آمين. السماوات تذيع مجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، في كل الأرض خرجا منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت
أقواله باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل سقم. وأما أسماء الاثني عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب بن زبدي، ويوحنا أخوه، فيلبس، وبرثولوماوس، توما ومتى العشار، يعقوب بن حلفة وتداوس، سمعان القانوي، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تذهبوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات، اشفوا المرضى، أقيموا الموتى، طهروا البرص، أخرجوا الشياطين، مجانا أخذتم، مجانا أعطوا، لا تقتنوا لكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا لكم في الطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه، وأية مدينة أو قرية تدخلونها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا
فليرجع سلامكم إليكم، ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة أو القرية، وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم ستكونوا لأرض سدوم وعمورة يوم الدين راحة أكثر مما لتلك المدينة. والمجد لله دائم.